في كلمات في الانجليش متشابهة انا عارف، ودي بتعمل لنا مشكلة كبيرة جدا واحنا بنسمع. وعشان انا خايف على مصلحتك تجيب شايك وقهوتك وتركز معايا الخمس دقايق دول، لان النهاردة جايب لك اشهر confusing words او الكلمات اللي بتلخبط في اللغة الانجليزية. اغلب الكلمات اللي هنشتغل عليها النهاردة هيبقى معناها مختلف لكن نطقها قريب جدا من بعضه. اول كلمتين معانا واللي مش قريبين قوي في النطق بس كل الناس اللي بتيجي تاخد عندي كورس بيتلخبطوا فيهم، كلمه كوليدج بمعنى الكليه وكلمه كليج بمعنى زميل الدراسه او زميل العمل. I study at college, college. لكن this is my colleague at work. Compliment, compliment ومعناها مجامله. فلما حد يقول لي you are the best teacher هقول له thanks for the compliment. لي مانت، ملاحظين الفرق؟ لكن التانية compliment، له compliment يعني تكملة، زي ما أقولك مثلا where is the complement of the sentence يعني فين تكملة الجملة. يبقى عندنا compliment و compliment، compli compli farther و further. farther جاي من far ومعناها أبعد، زي ما أقولك مثلا my house is farther يعني بيتي أبعد، لكن التانية اسمها further يعني extra. زي ما بتخش كده في خدمة العملاء في Vodafone أو Orange أو أيًا كان ويقولك for further information please contact كذا 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 الرقم الفلاني، يعني لمعلومات أكتر أو معلومات إضافية كلم كذا كذا كذا. يبقى عندنا further بمعنى extra farther بمعنى أبعد. principle، كلمة principle بيبقى ليها two spellings، واحد بمعنى مبدأ ف I can say this is my principle، والتانية بتبقى بمعنى ناظر principle، نفس النطق بالضبط لكن spelling مختلف. breath و breathe. breath يعني النفس، noun اسم، فممكن أقول لك catch your breath يعني خد نفسك. you're gasping انت بتلهث أو بتعمل كده، ده معنى كلمة gasp. لكن breathe بمعنى يتنفس الفعل، تمام؟ أفكرها لك بقى، دايما أي كلمة فيها THE بتتنطق ذا وبتبقى ممدودة breathe، لكن التانية عشان ما فيهاش E مش ما فيهاش ذا في الآخر فبنقول breath. overdue نطق واحد بـ two spellings. overdue الأولانية بمعنى إنك to do something too much، تعملها بس بزيادة، تعملها كتير جدا أو تعدي الحد المطلوب منك. زي مثلا أقول لك إيه do exercise every day but don't overdo it، يعني اعمل exercise كل يوم بس ما تعملوش بزيادة، اعمل على قد المرات مثلا اللي أنا قلت لك عليها. overdo تانية ما بتبقاش بقى verb، بتبقى صفة adjective بمعنى عدى معاد استحقاقه. زي مثلا أقول لك إيه your debts are overdue، يعني الديون بتاعتك عدت معاد استحقاقها. accept و accept قريبة جدا. accept بمعنى يقبل، accept بمعنى استثناء. I accept your offer يعني أنا بقبل عقدك، أو I accepted your offer. لكن accept زي مثلا I go to work every day except Friday or except for Friday. so accept accept. better الأولانية بمعنى أفضل، فلما أقول لك مثلا I'm better than him better than him يعني أنا أحسن منه، لكن لما أقول لك be better بمعنى more، فما أقول لك مثلا the coffee tasted better be، يبقى better and be better. immigrate الاثنين بمعنى يهاجر، بس immigrate بمعنى تهاجر لدولة، لكن immigrate تهاجر من دولة، نطق قريب جدا، بس دي immigrate to a country and this is immigrate from a country. انا ما اقدرش اغطي كل الكلمات اللي في الانجليش اللي بتبقى confusing في فيديو واحد، لان انا لقيت بصراحة long list في كلمات كتير زي كده. لو الفيديو عجبك شير اند لايك، وان شاء الله هعمل بارت 2 و 3 كمان لو حبيته.
That's all for today. Thank you and wish you all the best.